خلاص كلها كام يوم ونوصل للحظة الحسم في اجتماع البنك المركزي الخميس الجاي، واللي كلنا مستنيين نشوف نتيجته ايه. هل تعويم الجنيه ورفع سعر الفايدة هو الحل، ولا في اختيارات تانية؟ 3 سيناريوهات متوقعة لقرارات البنك المركزي في اجتماع 22 سبتمبر، تعالوا مع بعض نعرف تفاصيله. معدل التضخم بيزيد، وفي شبه إجماع بأن الفيدرالي الأمريكي هيرفع سعر الفايدة 75%. كمان مصر بتقرب من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. في نفس الوقت أصوات كتيرة خرجت الأيام اللي فاتت بتطالب صراحة بتعويم الجنيه، وبتحذر كمان من أن اللي جاي صعب جدا. كل ده يخلي اجتماع 22 سبتمبر استثنائي وصعب توقع نتيجته. علشان كده في 3 سيناريوهات. الاول خفض سعر الجنيه في مواجهة الدولار بنسبة 15-20% وتثبيت سعر الفايدة. الثاني رفع سعر الفايدة 1% وعدم خفض سعر الجنيه حسب استطلاع رويترز. الثالث هو السيناريو الاضعف، تثبيت سعر الفايدة واستمرار سياسة تخفيض الجنيه كام قرش كل اسبوع. طيب ليه التوقعات مختلفة؟ خلينا في الأول نتكلم عن مصير الجنيه. المطالبين بالتعويم شايفينه الحل المناسب لتوحيد سعر صرف الدولار في البلد، والإسراع كمان من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي اللي عادة بيطالب بسعر صرف حر. الكلام دلوقتي بيدور حوالين اختيار البنك المركزي، هل تعويم مضار يعني خفض الجنيه بقيمة معينة مرة واحدة، ولا تعويم كامل وهيسيب الجنيه منه للدولار؟ أما بقى الطرف الثاني فاستبعد تحريك كبير للجنيه، وزي فخري الفي رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، واللي شايف إن المركزي هيحافظ على سياسة الخفض التدريجي للجنيه. كمان في خبراء شايفين إن تعويم ممكن يخلي الدولار يخرج عن السيطرة واحتمال المضاربة عليه مع نقص المعروض منه. مثلا الإدريسي الخبير الاقتصادي شايف إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يصل ل 23 أو 24 جنيه، وممكن كمان يزيد ويوصل ل 25، لأن في السابق كلنا كنا بندعم الجنيه عن طريق الاحتياطي الموجود، وحاليا الاحتياطي بيتم السحب منه، وبالتالي هتنوصل لنقطة ما نقدرش نسحب من الاحتياطي، وفي المقابل بينخفض سعر صرف الجنيه أكتر. طيب وسعر الفايدة؟ برضو احنا عندنا وجهتين نظر. الاولى هي الرفع بنسبة 1-2% لمواجهة التضخم وجذب الاستثمارات الاجنبية، اما التانية فاصحابها بيتوقعوا تثبيت المركزي لسعر الفايدة، لان رفعها هيزود العائد على اذون الخزانة، يعني تكلفة اقتراض الحكومة هتزيد، وبالتالي الموازنة العامة للدولة هتتأثر. كمان لو هنرفع الفايدة عشان نجذب الاستثمارات الاجنبية فالموضوع مش هيكون مفيد زي ما البعض بيتخيل، لان اصحاب الاموال الساخنة في الوقت الحالي بيدوروا على استثمار اقل مخاطره واعلى فايده. علشان كده بيروح السوق الامريكي وخرجوا من الاسواق الناشئه زي مصر ودول افريقيا عموما. اما بالنسبه لمساله التضخم فشايفين ان السوق سبق واستوعب تاثيرات الازمه العالميه على الاسعار، ووصلت كمان لذروتها في اغسطس اللي فات. كمان اسعار النفط والغذاء عالميا بتسجل تراجع، يعني الاسوأ عدى، ومتوقع كمان استقرار الاسعار في مصر الفتره اللي جايه. انتم بقى ايه رايكم؟ البنك المركزي بقياده حسن عبد الله هيتصرف ازاي، والدولار هيوصل لكام؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم.